الجنجي ابن الوف والام فانتوم هارلي المالك خالد الحلاس تدريب استرواط الحلاس سيقود الفارس سالم العقبي يليه اونيل حوت النيل ابن الفانتوم اونيل والام سويت فانلوبي المالك عماد غدير المدرب جهاد غدير سيقود الفارس سلمان الاعسم بانتظار دخول الجنجي ابن شباب جمال برق الصخره ومندوب لنستكمل عدد المشاركين الخمسة داخل الميدان أبطال هذا اليوم وعمالقة هذا اليوم إذا ثالث الوافدين إلى الميدان بطل العام الماضي على ميدان قناة الجليل الجنجي ابن شباب جمال المالك ياسر كبهة تدريب اسطبلات صناع الأمجاد سيقود الفارس رزيو مرة أخرى بانتظار دخول مندوب وبرق الصخرة كما ونطلب من الأخ عماد غرفات أبو آدم بتوجيه الحصان مندوب إلى الميدان نطلب من الأخ حسام حجيرات بتوجيه الحصان برق الصخرة لنستكمل عدد المشاركين بالشوط العاشر بشوط العمالقة الكبار يثلج الصدر مع نراه من هذا الجمهور الغفير من هذا الحشد
من هذا الحدث المهيب على ميدان المطار بهذا السباق الغفير والكبير الذي تستحقونه ويستحق استحضار هذا الجمهور الغفير والكبير. تحية إجلال، تحية تقدير للقائمين على هذا الميدان وعلى هذا السباق، الأخ جمال غدير، الأخ أبو صالح من الغرفات ومن الهجرات ومن عموم العشائر والعائلات والبلدان، وكلكم أهل وكلكم بلد واحد وكلكم وطن واحد وكلكم روح واحدة، كلكم فرسان وكلكم فرسان الأخلاق أولا، وفرسان جمعتها السنوات سنين من بعض سنين لتأتوا إلى هذا المطار أحباء مطمئنين، لا يهمكم النتيجة بقدر ما يهمكم السلامة والحفاظ على العلاقات الطيبة فيما بينكم. على ميدان المطار هناك استقرار بشأن الكبار، ولكن هناك تجديد على هذا الميدان، ميدان المطار، فالجوائز ليست بالعجل ولا بالخروف وإنما بالدولار لأول مرة، جوائز بالدولار على هذا الميدان لهذه الأشواط القيمة والعديدة والكبيرة، لهذا الجمهور الغفير والحضور الحبيب. أولا بارك الله بكم جميعا حبايبنا، بارك الله بكل من يقوم على ميادين السباقات وعلى هذه الرياضة المميزة الطيبة التي لا نملك لها دعما أبدا، لا يدعمها أحد سوى محبتكم، محبة القائمين على هذه السباقات. نشكر لكم جميعا هذه الجهود المباركة من أصحاب خيول ومربين ومشاركين وجمهور والقائمين على الميدان، وأيضا الطاقم الذي لا يفارق الميادين، الأخ أبو الوديع المصور العريق والأخ نزيه كعبية والأخ المعلق المتورس محمد أبو راس، بارك الله بكم جميعا على جهودكم وعلى دعمكم لإحياء تراث عريق وغميق في قلوبنا وفي نفوسنا، تراث الخيول العربية الأصيلة التي سميناها لما نملك من أصالة عراقة وأجداد تنتشر في دنيانا. هي إياس أبو جبل على صحوة مندوب، هذا المهر الذي كان مهرا في العام الماضي وسطع نجمه، إلا أنه اليوم حصان يابى إلا أن يتكلم بلغة الكبار هنا على ميدان المطار، ولكن هل سيحصل على الجائزة بالدولار مع الند العديد اياس ابو جلب ابو جبل اياس مع مندوب هذا المهر وهذا الحصان الواعد والصاعد، تبارك الرحمن يا اياس، ما شاء الله ابو عاطف على مندوب، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايضا معنا باقة من المشاركين الاخرين، وأيضا الجنجي مع الخيال بسيء ومنحدر من سلالة شباب جمال المنحدر من فيجس برادو، والسلالة ديمونسترل المنحدرة من سلالة علي فالنتينو المنحدر من سلالة شيخ ومنبع خيول الصحراء شيخ البادية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سلمان الأعصم على صحراء اونيل، هذا الحصان الذي يملك في طياته سلالة الفحل البطل الفانتوم اونيل ابن الامبريال ايميدل، هذا الحصان امبريال ايميدل بطل العالم للجمال بفئة الخيول المصرية وبطل العالم بفئة الخيول المختلطة، الامبريال ايميدل بطل العالم هو من نسل هذا الحصان، تبارك الرحمن اونيل ينبثق من سلالة الفانتوم اونيل كما اسلفنا، ولكن من دوبلاس ابو جبل بزيل مع الجنجي نحن بانتظار باقي المشاركين. هو برق الصخرة يعطي صهوة برق الصخرة الخيال زنور صدر الحجيرات على صهوة الحصان برق الصخرة، ولكن هل سيصنع برق هذا الحصان هنا في وضح النهار، وهل يصنع النهر البرق في النهار برق الصخرة مع زنور، تبارك الرحمن حصان مرشح وبقوة، برق الصخرة لهذا الشوط ومسكها ختامها مسك مع الجنجي للخيال سالم هذا المدرسة، هذا الخيال العريق والخلوق سالم العقدي أبو آدم على صهوة الجنجي، تبارك الرحمن هذه الخماسية خمسة بعين المي، صلي على النبي صلي على رسول الله حبيبنا صلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد على هذه الباقة الرائعة برق الصخرة الجنجي مندوب اونيل والجنجي على ميدان المطار مع سالم ومندوب مع ياس ابو جبل، سلمان مع اونيل وبسيو مع الجنجي، تبارك الرحمن هناك
الخيول تبدأ بالتوافد. مندوب مع ياسر أبو جبل بعملية الإحماء. تبارك الرحمن، خيول تبدو بجاهزية رائعة. أعتقد أن هذا الشوط له جل الاهتمام باستقطاب هذا الحضور الرائع، هذا الحضور المهيب الرائع من الخيول. تبارك الرحمن، ما شاء الله، هي الخيول تأتي تباعا. تبارك الرحمن على هذه الباقة من الخيول. برك الصخرة، الجنجي، مندوب، اونيل والجنجي، ما شاء الله على هذه الباقة مرة أخرى. بالتوفيق لجميع أصحاب الخيول والمربين وأصحاب هذا السباق العريق. نسأل الله أولا السلم والسلامة لكم جميعا، بالتوفيق لجميع المشاركين. برق الصخرة يبدو هادئا ومطيعا للفارس زنور. تبارك الرحمن، ما شاء الله. وأيضا الجنجي مع سالم. لاحظوا تبارك الله هذه الخيول المتمرسة صاحبة الخبرة بهذه الميادين وهذه السباقات وهذه المجموعات الرائعة. الخيول كلها مرشحة، الخيول كلها قوية، الخيول تأتي إلى هنا بندية، فالأمر لا يحتمل لا مزاح ولا حتى أي فرصة للخطأ. أي خطأ محسوب وقد يكون محسوم وحاسم في نتيجة الشوط. الخطأ في استعداد لحظات وتفتح البوابات لشوط الأشواط على ميدان المطار. شوط من نار، شوط الدولار. راية تنطلق الخيول، ما شاء الله تبارك الرحمن. مندوب ينتزع الصدارة، ولكن لاحظوا هذا النزاع من المرحلة الأولى. جلجي مع سالم العقوي بصراع وندية بين مندوب، مندوب وجلجي، مندوب وجلجي من اللحظات الأولى. هذا الصراع على صدارة هذا الشوط. لاحظوا الوتيرة الرائعة وهذا الغروب الرائع لهذه الرباعية. هذا الشوط الأروع من رائع، ما شاء الله تبارك الرحمن، على هذا النزاع الرائع ما بين الخيول. جلجي ومندوب، جلجي ومندوب لا يزالوا بصراع مهيب على صدارة الشوط ما بين المنعطفين. الآن الخيول تتقدم، ولكن لاحظوا الندية رأسا برأس ما بين كل من مندوب والجنجي. أياس وسالم، أياس وسالم، مندوب والجنجي، مندوب والجنجي، أياس وسالم. الآن الخط المستقيم، هذا الخط الذي لا يرحم، هذا الخط الذي لا سلامة فيه، خط الحسم. الجنجي ومندوب، الجنجي يتصدر ومندوب يندفع، مندوب يندفع، مندوب على صدارة الشوط مع ياسر جبل. الند العنيد يحاول أن يختلص الصدارة ويفتح مسافة. مندوب، مندوب بشوط من نار وجائزة الدولار لمندوب بالمرتبة الأولى. الجنجي بالمرتبة الثانية، وأونيل بالمرتبة الثالثة. تبارك الرحمن على شوط يجعل لنا عشق الخيول إدمان، ما شاء الله، ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله على هذا الرباع الجميل على ميدان المطار. بصوت من نار وجائزة بالدولار، دقيقة وسبع ثواني لهذا البطل المتفاني بصوت الأصوات، صوت جروب ون. مندوب يا مندوب، قلنا لكم أن هذا الحصان كان مهرا وكان فعل ماضي بل وناقص. ليأتي الكمال اليوم، مندوب بطل الصوت. الله 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 الله، تبارك الرحمن. بيض مندوب حسب القضية، والدولار له بكل الكمية. الله عليك أياس، الله عليك أبو عاطف، أبو عاطف يا أبو جبل، يا جبل ما يهزك ريح. تبارك الرحمن لمندوب. يا عرفية مندوب يحسم القضية. أياس أبو جبل بكل مهارة والدية، النت العنيد على مندوب، وتعيين الغرفات ولمندوب بالمرتبة الأولى. الله الله، طيبية يا عرفية، الله يحيي الغرفات الأولى. مندوب يا مندوب، إغريقية، ألف ألف مبروك للبطل. صوت الأصوات على ميدان المطار، صوت بالنار. أياس يا أياس، أياس
الحرارة ناشط المنافسات على ميدان المطار. تأتي الجائزة لا بالعجل ولا بالخروف إنما بالدولار، ولأول مرة في عالم السباقات على ميدان الميادين ميدان المطار يكلل ويتوج. أبو عاطف يا أبو عاطف، عريس السبق اليوم أبو عاطف على هذا الصوت. الله الله، يا سبا جبل صام، ولكن أكثر بالدولار على ميدان المطار. كاس يتوج بالكاس ويكلل بالدولار، يا سبا جبل ومندوب. دية دية أغريقية، الله الله. مبروك ابو صالح، مبروك للغريفات، الف الف مبروك مندوب المرتبه الاولى لغريفات، باعلى الرايات لغريفات اليوم لغريفات. نشوف مندوب بيعمل ايه، تحفظ، نشوف مندوب بيعمل ايه، تحفظ، نشوف مندوب بيعمل ايه. رساله لغريفات من المتوجين والمتبرعين محمد الصبر وابو راس بن علوس وعماد غدير الاخ صالح الهيف الاخ نسيم الهيف على هذا التبرع. بارك الله فيكم المتبرعين ابو الصبر محمد صبر ابو راس عماد غدير الاخ صالح ابو النمر الاخ نسيم الهيف والاخ ابو محمد سواعد. بارك الله فيكم على تبرعكم المادي والسخي. دية رائعة، هذا الحصان الذي لا يقل جدارة وقوة، الحصان الجنجي هذا الأشقر تبارك الرحمن الذي أتى بحضور مشرف. ترفع الرأس ما شاء الله، ويتعي يا حبيبنا للجنجي بالمرتبة الثانية. كل احترام، ألف مبروك أبو عاطف، مبروك الجنجي ومبروك المرتبة الثانية، مبروك بهذا الشوط عمالقة الأبطال. يتوج على منصة التتويج هذا البطل الرائع الجنجي بن الدية، يتوج أبو المروان محمد المروان السمباتيك محمد المروان. ألف ألف مبروك حبايبنا، مبروك أبو عاطف، مبروك أبو مروان، مبروك حبايبنا وجيراننا عبد اللين، ألف مبروك حبايبنا. صاحب التاريخ لعالم السباقات الأونيل الملك عماد غدير، ألف ألف مبروك ابو خطام، ابو خطام يتوج على الصوت. ابو صدام المبروك للحجيرات، وائل الحجيرات حبايبنا، الحجيرات دائما على منصه التتويج. الحجيرات لكم رايات عديده وعريقه وعاليه في عالم السباقات. الحجيرات الف تحيه، مبروك حبيبنا عماد، والف شكر لابو صدام، مبروك حبيبنا، الف مبروك لأونيل بالمرتبه الثالثه. توفيق حبايبنا باقي المشاركين، رجاء حافظوا على النظام حتى اخر لحظه، مش اخر شوط، حتى اخر لحظه. بارك الله فيكم، اعيد الميكروفون للمعلق صاحب الجهد والشكر، المعلق الصاعد والواعد الرائع محمد الصبري محمد ابراهيم براس